مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج حديث الساعة. لأول مرة منذ أكثر من 100 عام تعود تهامة إلى قوتها وعنفوانها لتعلن للعالم انتصاراتها على نفس العدو الإمامي الذي غزاها يوما ونكل بأهلها، ولكنها اليوم وبسواعد أبنائها يحققون الانتصارات تلو الأخرى ليعود للتاريخ ألقه وكرامته. فمعركة تحرير تهامة موعدنا مع النصر الناجز ليعود الحق إلى أهله. المقاومة التهامية والمقاومة الجنوبية والجيش الوطني اليوم في حيس، وغدا في الجراح وزبيد وبيت الفقيه. مهما حشدت الطغاة من ميليشياتهم العفنة، سيتم التعامل معهم ودفنهم كما تم التعامل معهم في البريقة وباب المندب وذوباب والمخا والخوخة وصولا إلى حيس. وموعدنا الأكبر إن شاء الله عاصمة إقليم تهامة وعروس البحر الأحمر مدينة الحديدة. نرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل هذا اللقاء، ونرحب هنا في الاستوديو بضيفنا الكريم الناشط التهامي سعيد القليصي. مرحبا بك. مرحبا بك يا أخي العزيز. فاصل معكم مشاهدين الكرام، ونعود لنستكمل معكم هذا الحوار ومع ضيوفنا الكرام. ساعة الصفر دقت من حرض وارض ميدي، شبي النار شبي واشعلي يا تهامة. ساعة الصفر دقت من حرض وارض ميدي، شبي النار شبي واشعلي يا تهامة. حان وقت التقدم حان وقت التصدي، يلا اليوم نزحف يا رجال. ما يقول ابن الكرم والشهامة.
مغربي ما تبكى من ديون الإمامة. ساعة الصفر دكت من حرض والضميدي شبي النار شبي واشعلي يا تهامة. حان وقت التقدم حان وقت التصدي يالله اليوم نزحف يا رجال الكرامة. إذا نرحب بك في مستهل هذه الحلقة ضيفنا الكريم أستاذ سعيد القليصي الناشط التهامي، وأيضا نرحب أيضا من مدينة جدة بالناشط السياسي أسامة الزومي. مرحبا بك أخي أسامة. أهلا وسهلا ومرحبا. ونبدأ معكما حقيقة، ها نحن نتابع اليوم أستاذ سعيد، نقول المنطلق الأول ساعة الصفر الحقيقية لتحرير اتهامة بدأت وتم تحرير أول مديرية من مديريات اتهامة. كيف كانت الخطوة الأولى، الاستعدادات لذلك، أين وصلت، وبشكل مختصر لكي ندخل أيضا في قضايا كثيرة تهم المواطن الاتهامي الذي يسعى لاستعادة أرضه وكرامته التي يحاول الإماميون كما منذ زمن تدنيسها. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نبارك ونهني لشعبنا اليمني بانتصارات الجيش والمقاومة الشعبية التهامية وأخوانهم في المقاومة الجنوبية، انتصارات الساحل ابتداء بالخوخة وإن شاء الله بالله انتهاء بمدينة الحديدة ومينائها. أولا أول مديرية من مديريات الحديدة ومديرية محافظة الحديدة عفوا مديرية الخوخة، نعم، مديرية ساحلية طبعا تحررت قبل يومين، فكان تحريرها كما قال العميد الركن قائد اللواء التهامي أحمد الكوكباني، كان تحريرها مباغت ومفاجئ للميليشيات الحوثية، حيث أن القوات كانت مرابطة على بعد حوالي 45 كيلو من مديرية الخوخة، ومن ثم التحالف أذن بالتحرك وأعلنوا ساعة الصفر، والحمد لله الجيش الوطني مدعوم بقوات التحالف ومدعوم بإخواننا المقاومة الجنوبية والألوية التهامية، ففي خلال 12 ساعة تم تحرير ودحر الميليشيات من مديرية الخوخة تماما، واتجهت القوات الى معسكر ابو موسى العشكري، هو في اطراف مديرية الخوخة في اطرافها من ناحية الشرق، وتم تطهير المعسكر والحمد لله، ومن ثم تحركت قوات الألوية التهامية وأخوانهم طبعا احنا لا ننساهم الأخوان الجنوبيين. كيف لمست وأنت تتابع ذلك واتصالاتك، كيف لمست معنويات الشباب اليوم وأمس؟ نعم طبعا القوات التهامية مسنودة بالأخوان في المقاومة الجنوبية، معنويات مرتفعة تناطح السحاب للأمانة، لأول مرة في التاريخ الحديث شباب من تهامة يحرر أرضهم، هذه أول مرة تحصل. نعم. فكانت المعنويات جدا مرتفعة، كل الأفراد كل القوات، وطبعا نحن لا ننسى دور التحالف، طبعا كان في تمهيد المدفعية، والقوات الجنوبية كمان ساندوا إخواننا مساندة غير طبيعية، امتزق الدم الأمانة الدم التهامي بالدم الجنوبي. نعم. فالحمد لله بتوفيق الله سبحانه وتعالى الآن قواتنا على مشارف أو نقول نحن بمنظور عسكري تم تحرير حيس، مدينة حيس طبعا. نعم. أنا سمعت يعني آخر أخبار تمشيط المزارع المحيطة وتأمين المنطقة، لأن المنطقة بحاجة إلى تأمين. نعم. خليني أنتقل للأستاذ أسامة الزومي أيضا من جدة. أخي أسامة، المنطقة التي تدور بها المعركة وجغرافيتها وأدواتها، نحن نعرف أن هذه المنطقة طاردة حقيقة لميليشيات الإرهاب الحوثية وغير حاضنة لهذه الميليشيات، بنظرك التعامل كيف يمكن أن يتعامل الحوثيون مع هذا، ممكن نقول هذا التقدم المفاجئ بالنسبة لهم كما قال الأستاذ؟
شكرا أخي الأستاذ فؤاد التميمي، شكرا قناة عدن على هذه التغطية الرائعة وعلى متابعة الأخبار في تهامة أولا بأول. وأهني رئيس الجمهورية اليمنية وأهني قيادة التحالف العربي كذلك. أولا أهني الشعب التهامي والشعب اليمني بهذه الانتصارات الحاصلة التي قلبت الموازين، والتي بإذن الله تكون هي مفتاح النصر لتحرير اليمن بشكل كامل. حقيقة البيئة التهامية تعتبر بيئة طاردة لهذه النبتة الخبيثة الغريبة على الجزيرة العربية بشكل عام. الوضع الحاصل الآن هو أن منظور أبناء تهامة لهذه الميليشيات الموجودة هو منظور المحتل والشخص الغاصب الذي يقصر الناس قسرا على نمط معيشي معين وعلى أداء نمط معيشي تحت ظل احتلال غريب مذهبيا وغريب أيضا في العادات والطبائع. أبناء تهامة منذ أن وصلت طلائع المقاومة التهامية والمقاومة الجنوبية مسنودة بالتحالف العربي من كل مكان من المديريات المحيطة منذ اللحظة الأولى لتحرير مدينة الخوخة، هبوا هبة رجل واحد للالتحاق بالمقاومة الشعبية منذ اليوم الأول. منذ اليوم الأول تم تسجيل عدد ما يقارب 300 شخص التحقوا بالمقاومة من أبناء المناطق المحررة والمناطق القريبة بها. أحد أهم ردود الفعل التي حصلت على هذا هي الإعدامات الميدانية التي حصلت من الحوثة لقادة متحوثين ليسوا قادة مؤيدين للشرعية. حصلت إعدامات ميدانية لمشايخ وقيادات متحوثين بسبب أن الشباب خرجوا من مناطقهم وخرجوا من تحت سيطرتهم والتحقوا بالمقاومة. يتم الآن استيعابهم في معسكرات وتدريبهم من أجل أن يتم استخدامهم في تثبيت الأمن أيضا، ومن أجل أن ينالوا شرف التحرير بقية المناطق مع رفقائهم في المقاومة التهامية. نعم، يعني أن الحوثي بسلوكه العدواني والدموي، وكما تعود دائما هو يستخدم الآخرين، يستخدم الناس، ومن ثم يتم القضاء عليهم أو التخلص منهم في وقت ما وفي مرحلة ما. المواطنين مرحبين بالمقاومة التهامية والمقاومة الجنوبية والجيش الوطني، والأيام القادمة إن شاء الله ستؤتي ثمارا أكثر وضوحا كما يقال. المنطقة وجغرافيتها، نعود للنقطة الأخرى نفسها وتأمين هذه الجغرافية، هل من الممكن أن تطلع المشاهد الكريم على جغرافية المنطقة التي وصلت إليها المقاومة التهامية والمقاومة الجنوبية والجيش الوطني وقوة التحالف؟ جغرافية المنطقة هي منطقة سهل ساحلي تطل عليه سلسلة جبلية تتبع محافظة تعز ومحافظة إب قريبا في مديرية الجراحي. تأمين هذه المنطقة يتم عبر تمشيط طيران الأباتشي للأهداف التي يتم منها إطلاق واستهداف المدن الآمنة، مثل ما حصل الآن في منطقة الخوخة. بعد التحرير تم إطلاق صواريخ من بعض المناطق الغير محررة. عملية التأمين تتم باستهداف هذه النقاط التي تنمي بهذه الصواريخ من أجل إيقاف الضرر الناري على المناطق المحررة. ما بعد ذلك عملية التحرير اللاحقة التي ستلحق لهذه العملية الموجودة الآن هي أيضا تعتبر عملية تأمين من حيث استغلال المساحات، وأيضا من أجل السيطرة على ملتقيات الطرق التي هي تعتبر طرق إمداد الميليشيات، التي حقيقة كما ذكرنا أن أبناء تهامة أصبحوا بلغ السيل الزبا من هذه الميليشيات، وكل الإمدادات التي تأتي عبر خط الجراحي وعبر طرق أخرى هي من أبناء مناطق مهد الفكر الحوثي، ليسوا من أبناء تهامة أبدا. لن تساعدهم لا الجغرافيا، ولن يساعدهم الطقس، ولن يساعدهم لا الأشجار ولا الحجر، وفضلا عن ذلك الإنسان. نعم أخي أسامة، شكرا جزيلا، خليك معنا. أيضا معنا عبر الهاتف الأستاذ وليد القديمي وكيل محافظة الحديدة. أستاذ وليد، السلام عليكم ورحمة الله، وأيامنا وليالينا نصر إن شاء الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تفضل. نتكلم عن، نقول بدأت ساعة الصفر لتحرير إقليم تهامة
وهذه الإنجازات التي تترى خلال 24 ساعة والإنجازات الميدانية والانتصارات المتتالية للجيش الوطني والمقاومة التهامية، هناك إنجاز، إلى أين ستخطو الخطوة التالية، هذه الهبة المباركة للمقاومة التهامية والجنوبية والجيش الوطني؟ نهنئ أنفسنا، نهنئ الشرعية والتحالف، ونهنئ الجميع بالانتصارات الكبيرة التي حققتها المقاومة والجيش الوطني بدعم قوات التحالف على رسوم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية التي تبذل جهد كبير جدا في عملية تحرير محافظة حديدة من الخط الساحلي. وكما تعلم أخي أن تم تحرير مديرية الخوخة وتأمينها وبدأ الانطلاق إلى مديرية التحيتة وإلى مديرية حيس. مديرية حيس الآن أصبحت مطوقة بيد قوات المقاومة والجيش، وكذلك جاري تمشيط مزارع ومواقع الجيوب الميليشيات حول مديرية التحيتة، وبإذن الله ستطوق وسيتم دخولها كما تم دخول مديرية الخوخة، وسيعود الحياة الطبيعية إلى كافة أبناء هذه المديريات وبإذن الله قريبا إلى كافة أبناء تهامة. كان هناك نداء وجهه فخامة الأخ الرئيس للمواطنين في 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 تهامة، في إقليم تهامة بشكل عام، للتهيؤ للتحرير وأيضا التعاون من أجل هذه الخطوة المهمة التي بدأت وانطلقت بالأمس. أبناء تهامة أخي العزيز ليسوا حاضرين للميليشيات الحوثية. أبناء تهامة نقول أنهم مجبرين للتعايش مع هذه الميليشيات بقوة السلاح، ولكن عند دخول قوات المقاومة والجيش إلى مديرية الخوخة رأينا جميعا كيف كان استقبال أبناء تهامة وأبناء هذه المديرية لقوات المقاومة والجيش، ورأينا جميعا كيف ملأت الفرحة أهواء المواطنين ومنطقة الميليشيات يومنا هذا باستهداف مديرية الخوخة في وسط المدينة بصواريخ الكاتشة، وأن هذا دليل على إفلاسهم ويريدون إبهار الدمار والقتل والصب، ولكن نهايتهم قريبة. هم الآن في انهيار كبير وانهيار، حتى وإن حشدوا حتى وإن حاولوا أن يحشدوا لاستعادة هذه المديرية لم يستطيعوا. بدأت الآن تعي، وكل أبناء الوطن بدأوا يعون أن هذه الميليشيات هي ميليشيات دمار وقتل ونهب وتفجير. نعم. ليس لهم حاضر. نعم. نعم، هناك يعني المفارقة العجيبة، شوف الفارق بس بين من يدعو للحياة ومن يدعو للموت. عدد كبير من السيارات محملة بالمواد الغذائية وأيضا العربات الكبيرة محملة بالإغاثة دخلت إلى 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 الخوخة، وفي نفس الوقت ميليشيات الخراب والدمار تقوم بقصف كاتيوشا على المواطنين الآمنين. هذه المفارقة العجيبة كيف ترتسم لدى ويعرف الفارق المواطن البسيط بين من يدعو للحياة ومن يدعو للموت؟ كما تعالى أخي العزيز، تم تحرير المديرية واتجاه الهلال الأحمر الإماراتي بالمواد الغذائية والدوائية وايضا الاشياء الايوائيه لمن تضرروا من الميليشيات الحوثيه، وبدا توزيع الاغاثه على ابناء المديريه، وكذلك توزيع الادويه للمراكز، وايضا هناك عيادات متنقله. شعروا ابناء المديريه بالفارق الكبير الذي حصلوا عليه في اول يوم تم تحرير هذه المديريه، ونحن نعد ولسنا نحن من نعد، التحالف والشرعية يعدون أبناء المحافظة بأن يكونوا على أتم السد للحفاظ عليهم من قصف الميليشيات أثناء التحرير، وسيكون عونا في إيصال كافة المواد الغذائية والدوائية إلى هؤلاء المواطنين، وهم يشاهدون الفرق عند تحرير هذه المديرية وقبل تحريرها. نعم، أستاذ وليد القديمي وكيل محافظة الحديدة، شكرا جزيلا لك.
أهمية أن يكون هناك قوات عسكرية تحرر منطقة وبوجود أبنائها الذين يعرفون هذه المنطقة ويعرفون التعامل مع المواطنين في هذه المنطقة وحاجات المواطنين في هذه المنطقة؟ نعم، أولا لابد أن نعرف أن القوات المقاومة وقوات التحالف اتجهت اتجاهين، اتجاه من الخوخة ثم القطابة، نعم، والاتجاه الثاني اللي هو القوات الآن مرابطة في حيس، نعم، فمحورين، يعتبر المحور الساحلي ومحور الخط الدولي الرابط بين الحديدة وتعز. فيعني القوات طبعا في النسق الأول المقاومة التهامية طبعا، نعم، التحالف أتاح المجال لأبناء تهامة للتعامل مع مدنهم وقراهم، لأنه أهل تهامة ينفروا من الغريب كما نفروا من الميليشيات الحوثية، ليس لا لهم حاضنة في الميليشيات الحوثية، نعم، ما لهم حاضنة في، حتى الآن في حيس يعني يستميتوا للدفاع عن حيس وهم ليسوا أصلا من سكان حيس ولا لهم أي علاقة بمدينة حيس. عموما القوات التهامية إن شاء الله بإذن الله يعني حيتعاملوا معاملة طيبة ومع أهلهم وحيأمن المناطق إن شاء الله بإذن الله، والتقدم إلى الجراحي بإذن الله في خلال 24 الساعة القادمة سنسمع أخبار مفرحة، أخبار طيبة، تقدم إلى الجراحي والقوات من الساحل، التقدم إلى مدينة التحيتة، ومن ثم الاتجاه غربا إلى مدينة زبيد، وستلتقي الهلال القوات القادمة من الجراحي والقوات القادمة من زبيد، وإن شاء الله بإذن الله حيلتقوا في زبيد، ومن ثم حتى تتحرك القوات إلى مدينة الحسينية، نعم، إلى بيت الفقيه، وإن شاء الله بالله يعني في غضون أسبوع بإذن الله ستكون القوات المسلحة اليمنية والمقاومة التهامية والمقاومة الجنوبية على مشارف الحديدة بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. نعم. الأوضاع يعني مأساوية. ممكن قبل أن نتطرق إلى محور هذه يعني أهمية التحرير، حدثني عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها الإنسان التهامي، أنت من أي مديرية وكيف تعامل الحوثيون مع قراكم ومديرياتكم ومع إنسان تهامة؟ والله يا أخي الوضع الإنساني صعب جدا، سكان تهامة يعتمدوا اعتماد كلي على الزراعة، طبعا الزراعة غلاء الديزل أثر على الزراعة بشكل عام، المساعدة الدولية تنهب توصل نعم من قبل الحوثيين، نعم، على مرأى ومسمع من العالم. التحالف أعلن أن أكثر من 200 سفينة تجارية مساعدات وصلت إلى ميناء الحديدة، يعني لو تسأل أي مواطن تهامي، أي مواطن لا ما عمره يسمع عن المساعدات الغذائية، لكنها تنهب من الميليشيات المجوسية. طبعا الوضع مأساوي، لكن احنا يعني مؤملين أن التحالف لا حدثني ماذا فعلت، نعم، الميليشيات كيف تعاملت، كيف تتعامل مع الناس، التضييق، الاختطاف، يعني انا سمعت الان انه يتم اجبار الناس على يعني على انهم يسلموا ابنائهم للميليشيات الحوثيه واخذهم وهم اطفال، نعم. طبعا تضييق الميليشيات على الانسان التهامي بدات منذ دخول الحوثيين الى المنطقه قبل سنتين او سنتين ونص، ولكن في الفتره الاخيره مع بدايه تحرير الساحل التهامي زاد التضييق على الناس، زادت الاختطافات. عندك مثلا في كمديريه زبيد، طبعا انا من سكان زبيد، نعم، الاختطافات وصلت الى 150 شخص من طلاب العلم، من مدرسين لا لهم علاقة لا بمقاومة ولا لهم علاقة بالجيش الوطني، ناس مسالمين تفاجأ أنهم يطلعون على قناة المسيرة باعترافات لما تسمعها تضحك، لأنه ناس مسالمين. يعني خذ مثلا عندك أستاذ مدرس، نعم، هذا الرجل لا ما عمرنا سمعنا أنه لا كل خير، حتى في التدريس ما يحمل عصا. نفاجأ قبل فترة من الفترات نزل لنا في قناة المسيرة باعتراف أنه مسؤول الاغتيالات في محافظة الحديدة، مسؤول شبكة تجسسية، يعني إجبار الناس على قول ما يريدونه تحت الضرب والتهديد والتعذيب. قس على ذلك بقيت مديريات المحافظة الحديدة، الاختطافات عندك مثلا في كمدينة الحديدة، مدينة كمدينة الحديدة المرصد اليمني رصد أكثر من 800
عملية اختطاف لنشطاء وإعلامي محافظة الحديدة. يعني وضع مأساوي، وضع مأساوي يعني إنسانيا، اختطافات، اعتقالات للناس، ضرب وإهانة. الآن وصلني خبر قبل دخولي للاستديو أنهم يقوموا بالتجنيد الإجباري في 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 مناطق تهمة، في مناطق الجراحي وحيس وزبيد، تجنيد إجباري. يرجعوا أحد الثمانينات، أحد علي عبد الله صالح أيام كان يجند إجباري. فالآن يعني اختطافات وزجي من الإجابات. كان تجند إجباري تروح معسكر تأكل وتشرب، ألا تجند إجباري يديك المعركة والمحرقة ويعملها بدروع بشرية؟ يعني يعني, يعني الآن يدفعوا بالناس ليكونوا دروع بشرية أمام أمام التحرير. نعم، هم الآن يعني اشتو التهامي اللي هو مقاوم واللي هو في الجيش الوطني يقتل تهامي من 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 اهله وهم في المدن. وطبعا وقت الزراعة ما بتلاقيهم، كلهم شغل سيارته وهرب. ويعني عندنا في في مديريه الخوخه الان حوالي 53 اسير في اليومين الماضيين. اكتشفنا انهم 53 اسير من اطفال تهامه، تخيل، من اطفال تهامه 14 سنه 15 سنه 16 سنه، لا سلاح. يعني يعني لو قاتلك ما سلاح تمام، يرمون في الجبهة وصلى الله وبارك. كدروع بشرية يستخدموهم استخدامات غير طبيعية غير لائقة بني آدم. ايش نقول؟ ايش نسوي؟ طيب في مثل في مثل هذا الموقف ماذا نقول للمواطن؟ يعني هل يعني ما هي الخطوة؟ نقول له يا أخي هرب أبنائك، حاول التصرف. هذه ميليشيات لا ترعوي في المواطن أي شيء، يعني لا ترعى فيه لا إلا ولا ذمة. نعم معروف. يعني لكن إحنا أنا حذرنا المواطنين طبعا عن طريق منشورات فيسبوك، عن طريق اتصالات، عن طريق إخواننا في المديريات الناشطين. هم مطاردين لكنهم يعدوا الواجب، فنحن حذرناهم يعني خلال الفترة، خلال الأسبوع ذا يختفوا، يبدو أن النظر طبعا لأنه الحوثيين دخلوا القرى، لقرى الريف، لقرى الوادي زبيد وقرى القريبة من الخطوط، طبعا العمال المزارع، فبدأوا في اختطافاتهم، بدأوا في تجنيدهم إجباريا، بدأوا في زق فيهم. فنحن نقول لهم في خلال أسبوع إلى 10 أيام يعني توخوا الحذر، عدم الخروج، عدم اللي شو اسمه يعني يتصرفوا على اساس انه ايش. نعم، وحيزيد جنون الحوثيين، حيزيد جنون الميليشيات عند اكتمال تمشيط وتحرير مدينه حيس، عندها سيزيد جنونهم بشكل جنوني. علشان كذا نحن نحذر الاخوه المواطنين بتوخي الحذر في خلال الفترة القريبة الجاية. أليست كل هذه الجرائم التي تقوم بها ميليشيات الحوثي يعني بحق أبناء تهامة وبحق الوطن بشكل عام؟ نعم. وهذا السؤال موجه للأستاذ أسامة. نعم. أليست جديرة بأن يكون هناك يعني المعركة هي معركة فرض عين على كل تهامي وعلى كل يمني، ليست على تهامي فقط، على كل يمني. لكن ما دام نحن نتكلم عن تهامة الآن، ألا نعتبر أن هناك كأنه فتوى في ذلك لمحاربة هذه الفئة الطاغية الباغية أستاذ أسامة حقيقة؟ كما تحدثنا سابقا عن الحاضنة أو البيئة الطاردة لهذه الميليشيات، فإن الموضوع لا يحتاج إلى فتوى دينية بقدر ما هي أصلا حاجة إنسانية دفع هذه البلوى وهذه النبتة الخبيثة. وكما ذكرت لكم أن أبناء المناطق التي تحررت الآن وما جاورها والقريبة منها هب الكثير منهم للذهاب إلى الأماكن المحررة والالتحاق بالمقاومة الشعبية والجيش الوطني. هذا جعل الميليشيا تعتقل الأعداد التي ذكرها الأستاذ سعيد القليصي الآن، هذه ردة فعل من الميليشيا أنهم يعتقلون الناس الذين يتوقعون أنهم سيلتحقون بالجبهات. النفير العام لشباب تهامة حاصل. أه. ونحن على تواصل بالداخل، ويتأهبون ويتشوقون لاقتراب، ولو امتلكوا الأدوات العسكرية والتقنية التي تمكنهم من إرباك الحوثيين في الداخل لفعلوها. وهذه الرسالة أوجهها للتحالف العربي ولقيادة المقاومة الموجودة في باب المندب بالتواصل مع خلايا
في داخل المدن غير المحررة، إما القريبة من خط التماس أو البعيدة التي في ظهر القوات المحاربة الحوثية. بدأت اتهامات، يعني حقيقة حدثت عمليات للمقاومة داخل العمق في الحديدة وغيرها. نعم بالتأكيد هذا الأمر ليس بالصعب، ولكن المهم في هذا الموضوع هو الدعم اللوجستي. أنا هنا الآن لا أتحدث، لأنه نحن نتحدث الآن عن عمليات نوعية، عمليات قنص، عمليات اغتيال، عمليات حرب شوارع خفية، بحيث يعني ممكن نسميها نينجا، لأنك بطبيعة الحال في مكان محتل. الشاهد في هذا من أهم الأشياء التي أيضا ذكرها الأستاذ سعيد، أن الميليشيات الآن هي فقط التي تحارب وليس أبناء تهامة، أن هذه الميليشيات تتدرع بالمناطق الآهلة بالسكان. نعم. يعني تخيل يعتلون الآن أسطح العمارات، يتواجدون في الأسواق، يتواجدون في أماكن البيع والشراء عنوة، ويجبرون الباعة على عدم مغادرة هذه الأماكن. هذه كلها أساليب جبانة وخبيثة وحقيرة تستخدمها هذه الميليشيا من أجل ضرب الدم التهامي والجنوبي الذي حقيقة هو دم واحد، ضربه بهؤلاء الأهالي وصنع صورة أن هؤلاء الناس جاءوا ليقتلوكم. لكن هيهات، فالناس قد فهموا هذه الخطط الإيرانية الخبيثة وهذه التكتيكات التي أصبح الشعب على قدر من الوعي بحيث يفهم مثل هذه الأشياء. نحن يعني حقيقة عبركم وعبر جميع وسائل الإعلام نوجه رسالة إلى إخواننا من أبناء المناطق التهامية، خصوصا المناطق المحادة لخط التماس، لأنه نحن يعني لا نستطيع أن نفتيهم أن التقدم سيكون 10 كيلو، ربما يكون التقدم 50 كيلو، ربما يكون 100 كيلو. لذلك ننصحهم بعدم التواجد في أماكن تجمع هذه الميليشيات الآثمة، أيضا عدم التنقل بسيارات شبيهة بسيارات الميليشيا الحوثية، خصوصا في أوقات الليل. نعم نعم، من أجل لا يكونوا عرضة لاصطياد الأباتشي. نعم، شكرا جزيلا لك. يعني المعلومات التي وردت أن بالأمس تم إحراق عدد من الأطقم، تدمير عدد من الأطقم الميليشيات الحوثية، أنا أستغرب. يعني أولا نريد معلومة حول هذا الموضوع بشكل مفصل. اثنين، أنا أستغرب من هذه الميليشيات عندما يقتل عليهم 60 أو 70 ويزجون 100، يعني هم لا يعنيهم كما الذين يقتلون، ولا لأنهم ليسوا من أبنائهم ولا يهمهم. صحيح. وحدثنا عن هذه المأساة التي يدوس عليها الحوثي، وهناك من يرسل أبنائه ليقاتل مع الحوثي وهو يدوس على جثثهم بهذا الشكل. نعم صحيح. أولا ميليشيا ترفع شعار الموت. نعم. ماذا تريد منها؟ يعني ميليشيا ترفع شعار الموت فلا تطالب بالحياة. طبعا هم المخزون البشري لديهم كبير جدا، بيستغفلوا عقول الناس انهم بيحاربوا الامريكان ويحاربوا الصهاينة وبيحاربوا، استغفلوا الناس طبعا صغار السن والغير متعلمين، ويزجبهم في الجبهات، فما بيهمه يموت 100 ولا يموت 50 ولا 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 ولا، فالمخزون موجود، فعبي الطقم واطلع الجبهة وصلى الله وبارك. طبعا وهمهم انا بجيب لك آلي بجيب لك آلي، وأول ما تقتل الآلي أنا طبعا بشيله، وشوف اللي حصل في جبهتهم طبعا يقتلوا، يجي له أبو المقتول يطالب بسلاح، يقولوا له احنا اللي أعطيناها السلاح، يعني ولده قتل وما له حتى سلاح ولا له شرف ولا له حتى تعويض ولا شيء، قتل ادفنه صلى الله بارك. ف يعني لا نركز فقط. نعم. على خسائر الحوثيين. خسائر الحوثيين أمس في مدينة زبيد تم اصطياد طقم، كان فيه حسب المعلومات الواردة لدينا مشرف الحوثيين يدعى أبو بشار، لكن لم تؤكد المعلومات إلى الآن. فطبعا معها حوالي 7 أو 8 أو 9 أشخاص، هذولا كلهم قتلوا والطقم حرق تماما. كان في إمدادات الساعة 5 الفجر صباح يومنا هذا ما بين الجراحي وحيس، ف15 طقم فيها حوالي 300 مسلح بكامل سلاحهم، فالحمد لله كانت المعلومات دقيقة لدى صقور التحالف، فدمرت أم بكرت أبيها
15 طقم. فطبعا لم نحصل على صور، لكن المعلومات دقيقه وموثقه، لان المنطقه اصلا غير مأهولة بالسكان. والتحالف طبعا اعلن الجراحي وحيس منطقه عسكريه، طبعا الخط مقطوع وما فيش، لكن معلوماتنا والمعلومات اصلا لدينا معلومات مؤكده انه 15 طقم والحمد لله وبيدت تماما. الان اللي موجودين في مديريه حيس ما يمنع دخول الجيش، الجيش التهامي والمقاومة الجنوبية. تحصن الميليشيا في مباني المواطنين، الآن يعتلوا المنازل زي ما قال الأستاذ أسامة، في الأسواق العامة منتشرين في منازل المواطنين على أسطح المباني. طبعا الجيش الوطني من مبدأ المسؤولية واحترام لحقوق الانسان، ومهما كان هذول اولادنا. نعم. يعني نعم. فالجيش ارتا انه ايش يعني يبدا بعمليه تكتيكيه خفه الحركه ومباغته العدو. فان شاء الله بالله في خلال الست ساعات او العشر ساعات القادمه حيكون حيس طهرت تماما بشكل كامل مع مزارعها. اهم شيء كل محيط حيس الان في يد الجيش الوطني والمقاومة الشعبيه. الان تبقى المدينه فقط توغل الجيش في 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 حالاتها. طبعا في عمق المدينه توغل وانسحب مبدا الحفاظ على ارواح المواطنين. يا اخي هؤلاء تهاميون يعني مساكين، يعني ما ذنب المواطن في بيته لما يكون حوثي على سطح بيته يجي الجيش يقصف البيت. نعم. فمن هذا المبدأ إن شاء الله بالله يعني في خلال العشر الساعات القادمة سنكون طهرت حيس واتجهت القوات بإذن الله إلى الجراحي. نعم. كثير من الناس اليوم سمعت يعني أخبار تقول إنه عدد النخيل الموجودة هناك يعني أكثر من مليون نخلة في منطقة. نعم. التحيتة وصيلا إلى نعم هذا في المحور المحور الساحلي، أنا بسميه المحور الساحلي. هذا المحور الساحلي القوات اتجهت بعد تحرير الخوخة، طبعا مفرقين، في قوات اتجهت للساحل بعد الخوخة اللي هي الحيمة والقطابة، وحتنزل على الطريق الدولي. طبعا في طريق دولي من خلف الحديدة رابط ما بين الحديدة إلى عدن، فما معلوماتي ضعيلة عن من بعد تعز هل هو مواصل هناك. عموما مواصل. نعم. فالخط هذا في القوات أمس سيرت دوريات إلى مفرق الفازة. مفرق الفازة تفرق منه شرقا إلى اتجاه التحيتة والنخيل، المزارع النخيل ومزارع الفل، المغراس والمدمن، مناطق طبعا مناطق اسمها الأسواق. نعم. كلها مناطق زراعية وهي بلد النخيل. نعم. هناك يعني لا خوف يعني انه لا بلد غير حاضنة للميليشيات، تواجدهم تواجد أمني. تواجد أمني في مزارع الناس في لكن الجيش قادر على استئصالهم. الجيش عنده من القوة ما تمكنه لدخول الحديدة في خلال ساعات، ولكن حياة الناس غالية على الجيش، جيش دولة. نعم. وجيش بنظرك مؤسس بنظرك لها. طبعا الحوثيون ينظرون. نعم. إلى الحديدة، يعني هم لا ينظرون لأبناء الحديدة ولا ينظرون لمواطنيها ولا حالاتهم يعني. نعم. تخيل نتذكر عندما. نعم. كانوا يغنون ويرقصون بمناسبة اليوم مش عارف إيش. نعم. نعم. والناس يموتون جوع في. نعم. في تلك. نعم. الفترة. نعم. في فترة المجاعة. نعم. فترة المجاعة. نعم. وهم. نعم. عملوا احتفال في 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 الحديدة. هذه المدينة الحلوب. نعم. البقرة الحلوب. البقرة الحلوب. نعم. هي بالفعل بقرة حلوب لميليشيات الحوثيين. الآن يعني 90% من دخل محافظة الحديدة يذهب كسيولة نقدية لما نقول للبنوك، لجيوب الحوثيين. الآن قبل شو اسمه قبل أسبوعين أو 15 يوم كان في عندهم احتفال في صنعاء، سحبوا سيولة نقدية 50 مليون من شركة النفط كسيولة نقدية وذهبوا بها. سيولة نقدية عملوا في صناديق في سياراتهم وتوكلوا على الله، بينما الشعب التهامي ميت من الجوع. مستشفيات طبعا عندك مستشفى الثورة، المستشفى الجمهوري، مستشفيات الحكومية اللي نتكلم عنها، هذه مستشفيات مهملة. كل شيء مهمل. كل شيء مهمل. قبل فترة مدير مركز الغسيل الكلي، يعني تخيل بالله عليك مشروع حيوي زي ذا، ما عندهم ديزل يشغلوا مستشفى، ممكن 11 حالة وفاة
من مرضى غسيل الفشل الكلوي. نعم. بينما الحوثيين مبنى محافظة الحديدة يوميا مصروفه اليومي مبنى المحافظة لمدير الأمن اللي هو المؤيد والمشرف الحوثي مصروفهم اليومي 500,000 ما بين غدا ووقعت. يا أخي استهتار بالإنسان التهامي وصل للدرجة أنك تشوف الناس يموتوا في الشارع وهؤلاء ولا كأن الموضوع يعنيهم. أنتم دولة الآن سلطة الأمر الواقع لا تنتظر من هذه الميليشيات الدموية أن تقدم خدمة للمواطن. المواطن لا يعنيها. المواطن هذا عبارة عن يعني وسيلة وأداة آخر اهتمامات. نعم. لكن إحنا نأمل من التحالف وأملنا إن شاء الله بالله في محله. يعني إحنا قادمين على تحرير. ساعة الصفر دقت وإن شاء الله بإذن الله يعني العملية مستمرة وتحرير الحديدة قاب قوسين أو أدنى. نعم. إن شاء الله بالله. أعود أيضا لزميلنا للمحلل أيضا الناشط السياسي أسامة الزومي. أخي أسامة, تحدثنا على الحديدة واتهامها بشكل عام أنها أشبه بالبقرة الحلوب بالنسبة للحوثيين, ولذلك ربما سيستميتون بقوة في كثير من مواقع هذه المواجهات هنا وهناك. ما هي الأدوات التي ممكن أن يستخدموها في قادم الأيام في هذه المنطقة بالإضافة إلى ما يقومون به من إجرام بحق المواطنين؟ نحن نردد دائما أن الحوثيين وما إليهم سيستميتون في الدفاع عن تهامة وعن سواحل تهامة والتمسك بها أكثر من تمسكهم بحيود صعدة. بحيود صعدة. نعم, هذه حقيقة يعني تاريخية. تهامة تعتبر سلة غذاء الجزيرة العربية بشكل عام. تعتبر بلد غنية بالسهل الزراعي والثروة السمكية وأيضا الميناء والجمرك وإلى آخره وموارد كثيرة. بالتالي الميليشيا ستستميت في الدفاع عن الحديدة أكثر من استماتتها في الدفاع عن صعدة. يعني قلت أنا في حلقة سابقة عندكم في قناة عدن أن ما حصل من حرب تحرير على مدى 3 سنوات, بدأ بتحرير العاصمة عدن, العاصمة المؤقتة عدن. نعم. ثم تحرير مأرب النفطية, ثم تحرير البنك المركزي, وهي حقيقة عملية تحرير سياسية واقتصادية راقية, وهي تعتبر كانت حرب ضروس على المستوى السياسي. الركن الرابع للمربع والذي سوف يهز أركان هذه الميليشيا الانقلابية والتي سوف يقتلها سريريا هو تحرير مدينة وميناء الحديدة وتأمين الخط الساحلي من عمليات التهريب للقطع, قطع الصواريخ التي تصلهم عبر السفن الإيرانية تهريبا, لأن البعض يقول البحر مؤمن من قبل التحالف والنواقي التي تدخل الميناء تفتش. لا, من الأمم المتحدة أيوة. هؤلاء يهربون بطرق مخاطرة للإيرانيين والعناصر الموجودة من عدة جنسيات في داخل الأراضي اليمنية وعلى السواحل, تخاطر بأرواحها من أجل الحفاظ على هذا المشروع القومي الفارسي والعقائدي, فيهربون عبر الشريط الساحلي قطع أسلحة متطورة, ولاحظنا الفارق النوعي في بعد مدة الحرب. لذلك تأمين الخط الساحلي وقطع الرئة الاقتصادية لهذه الميليشيا وهو ميناء الحديدة سوف يحكم عليهم بالموت سريريا, لا يهم بعد ذلك متى سيموتون, بعد سنة, بعد سنتين. يعني الآن أنا نقول أنه اقتصاديا أنه المورد الأكبر الذي تستفيد منه الميليشيات هو ميناء الحديدة وجماركها. نعم نعم بالضبط, الآن هذا هو المورد الوحيد الحاصل حتى على مستوى الضرائب والجبايات التي تفرض على المواطنين في الرقعة المحتلة الآن من اليمن الاتحادي الموجود الآن. الجبايات الأكثر نفعا للميليشيا هي مزارع تهامة والتجار أيضا وغيرهم, والتجار أيضا أكبر التجار اليمنيين المستوردين للمواد موجودين في تهامة. بالتالي نحن الآن لا نتحدث فقط عن الموارد الطبيعية وعن الميناء, نتحدث أيضا عن مختلف الجبايات. أيوة, عن مختلف الجبايات الموجودة في تهامة, هي الآن تعتبر أكبر مورد لرفض الميليشيا اقتصاديا.
بعد إن شاء الله بعد تأمين الساحل وقطع النفس الاقتصادي هذا بإذن الله تعالى لن تكون العمليات العسكرية سوى عامل معزز لعملية التحرير المتكاملة بإذن الله تعالى. نعم، هم أطلقوا إنه معركتهم معركة النفس الطويل، لكن في حال إنه تم تحرير تهامة سيتم قطع هذا النفس نهائيا. حقيقة على ذكر النفس الطويل نقول لهم نحن نفسنا أطول، ونحن انتظرنا هذه اللحظة بأعصاب حديدية جدا، نحن لسنا متوترون، القادة على محياهم الثقة، الجنود على في أرواحهم الانطلاق، المعنويات مرتفعة جدا، عدة وعتادا ومعنوية وتفارق تقنية كبير جدا جدا جدا. لولا القرار السياسي المساند للمحور الإيراني لكان حدث تحرير الحديدة منذ فترة. القرار السياسي الأجنبي قصدك؟ أيوة، يعني القرار السياسي العالمي المساند للمحور الإيراني إذا كان اتخذ قرار الحديدة من فترة طويلة. الآن نحن في خطوات حقيقية تخيف العالم، ولا تخيف فقط مجموعة شاصات في منتشرة في المديريات. هناك تصريح مهم جدا لقائد المقاومة التهامية الأخ عبد الرحمن حجري يعزز مسألة النفس الطويل وأن نفسنا أطول. يقول الأخ عبد الرحمن حجري: نحن عيوننا على صنعاء، أما الحديدة فأمرها محسوم. هذه هي الروح المعنوية التي ننطلق منها، وهذه هي الأعصاب الحديدية التي تحرك هؤلاء الناس. نقول لهم فعلا الحديدة أمرها محسوم، والدليل هي الأساليب التي تستخدمونها، الأساليب الحقيرة التي تستخدمونها في محاولة، يعني ليست عرقلة العملية العسكرية بقدر ما هي محاولة الضغط الإنساني والضغط الأهلي والاجتماعي على أبناء تهامة وأبناء الجنوب الذين سينقضون عليكم. مسألة الاختطاف، مسألة القصف المدن المحررة، القصف اللا إنساني، القصف العرقي، القصف المذهبي، هذا القصف اللا أخلاقي هو محاولة بائسة لتأخير التحرير، وليس هو يعني معركة وجه لوجه ومعركة انتصار. نعم. زراعة الألغام أيضا، إجبار الناس على التجنيد أيضا، التصفيات الميدانية. وهنا معلومة مهمة، أن العديد من القيادات المتحوذة التي حاولت أن تبدي موقفا شبه وطني، لا أقول شبه وطني، تم احتجازها والإقامة عليها جبريا. نحن لدينا معلومات بأسماء كثيرة، أسماء كبيرة جدا ساندت الحوثيين، هم الآن تحت الإقامة الجبرية في منازلهم. البعض منهم تم الزج بهم في الجبهة وحصلت لهم إصابات ونعرفها بأسمائها، ولكن نترك التصريح بهذه الأسماء وبهذه الشخصيات للوقت المناسب بإذن الله تعالى. أخي أسامة زوم الناشط السياسي، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة، حدثتنا من مدينة جدة. شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة والعافية. نعود لضيفنا هنا في الاستوديو. أخي الكريم، نحن الآن على كما يقال قاب قوسين أو أدنى من تحرير الحديدة بمشيئة الله إن شاء الله، بعيدا عن كل الضغوط الدولية والخطوط الحمراء التي أعلنت في السابق. نحن الآن أمام احتياجات مواطن يعيش أحلك الظروف، ومسألة تحرير هذا المواطن وتحرير هذا الأرض هي مسألة وطنية وأخلاقية وإنسانية. نعم. وبكل المصطلحات التي يمكن. نعم. أن نقولها، والمنظمات الدولية المفروض أن تكون. نعم. مساندة ومساعدة. نعم. في ذلك. نعم صحيح يا أخي. التحالف أعلن قبل أعتقد سنة من تاريخه بتحرير محافظة الحديدة، ولكن وقفت الضغوط الدولية حاجز أمام ذلك التحرير، ومنذ ذلك الوقت إلى الآن لعلهم أتيحت للحوثيين فرصة التفاوض، فرصة أنه إيش خلاص بلاش تدمير محافظة الحديدة، حفاظ على محافظة الحديدة، إلا أن الحوثيين استماتوا فما جعل التحالف أمام، لا يعنيهم شيء أمام الأمر الواقع، فاتخذ قرار بتحرير محافظة الحديدة بغض النظر عن الضغوطات الدولية. هذه حقنا وسنأخذها، هذه حقنا. وفي مثل تهامي يقول لك: من قال حقي فغلب. الآن نحن متوحدون، أبناء تهامة، الحراك التهامي، الآن قائد المقاومة التهامية الشيخ عبد الرحمن الحجري موجود في أرض المعركة، و
وهذه أول مرة تحصل بدعم مباشر من التحالف. نعم. الأخ عبد الرحمن الحجري قائد المقاومة التهامية، عندك قائد الألوية التهامية العميد الكوكباني، كل شباب تهام الآن على قلب ويد رجل واحد. رسالتك لأبناء تهام الذين يسمعون الآن. صحيح، حقيقة أخي في تحذير للمواطنين وليست رسالة. أنا قبل يومين طبعا نشرت منشور على صفحتي تحذير للأخوة المواطنين. طبعا الهدف اللي استهدف قبل يومين في مدينة زبيد راح ضحيته ثلاثة مواطنين أبرياء، فنحن من هذا المنطلق يسيرون في الشارع يسيرون في الشارع. نعم. طبعا ضحايا حروب لابد منها يعني. نعم. نعم. فنحن نوجه رسالة لأبنائنا يبتعدون أولا عدم استخدام السيارات. طبعا تعرف في تهامة معظم سيارات المستخدمة دفع رباعي شبيهة بسيارات الجيش، فعدم استخدام السيارات الشاصات بالتحديد والشبيهة بسيارات الجيش على الأقل في الليل يعني، مثلا إذا كان استخدامها مش ولا بد في الصباح، عدم استخدامها في الليل بتاتا، لأنها حتصبح هدف مشروع شو اسمه سكور التحالف. ثانيا عدم التواجد صباحا أو ليلا في مديريات الأمن أو الشرط في الجراحي أو زبيد أو المديريات القريبة. ثالثا عدم التجمهر بعد قصف الأهداف. طبعا تشاهد الناس يروحوا يتفرجوا بعد قصف الاهداف، عدم التجمهر بعد قصف الاهداف. لماذا؟ قد ربما يكون في الاطقم متفجرات او ذخيره أو الى اخره، او يكون في التحالف في عنده الاهداف ما انجز فيعاود قصف الاهداف ثاني مره. الحاجه الثانيه نحن يعني قلوبنا مع التهامه، وندعو من كل قلبنا لإخواننا وزملائنا في الجيش الوطني والمقاومة التهامية، ونوجه تحية شكر وتقدير وعرفان للتحالف والقوات الجنوبية. إخواننا في الجنوب ما قصروا يعني، يعطيهم ألف 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 عافية. الآن أصبح الدم التهامي والدم. نعم. الجنوبي واحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاهم وإلى نصر. نحن ندافع عن مظلومية اتهام. نعم. التي استمرت 100 عام. نعم صحيح 98 سنة من 1919 إلى 2017. أخي هي مظلومية اتهامة تقريبا سنة. نعم. 100 سنة من الآن. نعم. الحمد لله. أخي الناشط التهامي سعيد القلسي، شكرا جزيلا لحضورك في الاستوديو. نشكركم كمان. شهد الكرام، تحدثنا كثيرا عن الانتصارات المتتالية، تحدثنا كثيرا عن الوعود التي قطعناها نحن لكم، وتحدثنا عندما كنا في باب المندب أننا سنصل إلى المخا، وتحدثنا في المخا أننا سنصل إلى الخوخة. نعم. وتحدثنا اليوم أننا سنصل إلى ما بعد الجراحي وصولا إلى الحديدة والأيام بيننا. نعم. النصر قادم لهذا الشعب، النصر قادم على هذه الميليشيات الدموية التخريبية. نعم. لم يبقى إلا أن نشد العزيمة والعزم لخلاص الوطن من هذا الكابوس الذي جثم عليه قرابة 3 أعوام، ويريد أن يعيدنا إلى الوراء كما في ستينيات القرن الماضي. نعم. حتى الملتقى مع نصر قادم. أنتم بأمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لكم ولاستماعكم لهذه الحلقة. شكرا لضيفنا الكريم هنا في الاستوديو، وأيضا لزميلنا من الناشط السياسي من جدة والذي كان معنا أسامة الزومي. شكرا جزيلا للجميع، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.